مللت المقدمات والكلام الطويل الذي يتعبكم ويتعبني، لذا سأدخل في قصيدة لأبي العلاء الذي بالفكر زودني. لكني لن أتخلى عن ظهور أبو حميد لأنه يزعل. يا مرحبا بأصدقائي، أنا أحمد فاخوري وهذه قناتي على يوتيوب. يقول أبو العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصاد، فعاند ما تطيق له عناد. وما نهنهت عن طلب، ولكن هي الأيام لا تعطي قيادة. فلا تلوم السوابق والمطايا إذا غرض من الأغراض حادة. إذا ما النار لم تطعم ضراما، فأوشك أن تمر بها رمادا. فظن بسائر الإخوان شرا، ولا تأمن على سر فؤادا. فلو خبرتهم الجوزاء خبري لما طلعت مخافة أن تكادا. تجنبت الأنام فلا أواخي، وزدت عن العدو فما أعادا. ولما أن تجهمني مرادي، جريت مع الزمان كما أرادا. وهونت الخطوبة علي حتى كأني صرت أمنحها الودادة. ولو أن النجوم لدي مال، نفت كفاية أكثرها اتقادا. كأني في لسان الدهر لفظ تضمن منه أغراضا بعادة. يكررني ليفهمني رجال كما كررت معنى مستعادة. ولو أني حبيت الخلد فردا، لما أحببت بالخلد انفرادا. فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا. وكم من طالب أمدي سيلقى دوين مكاني السبع الشدادا. يؤجج في شعاع الشمس نارا، ويقدح في تلهبها زنادا. ويطعن في علاي وإن شسعي لا يأنف أن يكون له نجادا. ويظهر لي مودته مقالا، ويبغضني ضميرا واعتقادا. فلا وأبيك ما أخشى انتقاضا، ولا وأبيك ما أرجو ازديادا. لي الشرف الذي يطأ الثريا مع الفضل الذي بهر العبادة. ولكني الشباب إذا تولى، فجهل أن تروم له ارتدادا. إلى اللقاء.